حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف المحلية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من صحيفة الميثاق. الميثاق الوطني والعراقي يكشف عن معلومات خطيرة تتعلق باستهداف قرى المقدادية وتهجير أهلها. في المدى نقرأ: تطابق نتائج الانتخابات يغضب الإطار التنسيقي، نرفض إجراءات المفوضية. وفي يقين نت: الشرطة الألمانية تعتقل 23 مهاجرا عراقيا على الحدود البولندية. في الشرق الأوسط: خبراء إيقاف واردات الرياض من بيروت ينذر بكارثة اقتصادية للبنان. في العربي الجديد: مقتدى الصدر يدعو إلى تشكيل حكومة أغلبية. وفي موقع عربي 21: الإفراج عن مسؤولين من نظام البشير والبرهان يقيل النائب العام. في نيويورك تايمز: قيود صفر كورونا قد تعزل الصين عن العالم وتكلفة باهظة. نبدأ مشاهدينا من تقرير لوكالة يقين نت العراقية تحت عنوان: القصاص حق لا يسقط بالتقادم، والحكومات تتغير والحقوق باقية. ادعت منظمة إنهاء الإفلات من العقاب في بيان صدر لها مؤخرا، دعت إلى القصاص العادل من قتلة المتظاهرين وتطبيق المحاسبة على الفاسدين والمقصرين واستئصال نفوذ الأحزاب والميليشيات من مؤسسات الدولة، وصولا إلى إنهاء ناجز للإفلات من العقاب بصوره وأشكاله كافة. أجمعت هيئات وطنية ومنظمات حقوقية تتابع قضايا حقوق الإنسان في العراق على أن الحكومات المتعاقبة في العراق لم تختلف عن بعضها في التعامل مع قتلة الناشطين والمعارضين للحكم الطائفي، وأن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لم يتعظ من تجربة سلفه عادل عبد المهدي الذي تجاهل قضية هؤلاء الضحايا فأطاح زملاؤهم المتظاهرون به وبحكومته. وباستثناء التصريحات واستقبال عوائل بعض الضحايا، لم تتقدم حكومة الكاظمي بخطوة حقيقية في هذا الملف، وعليه فإن العراقيين بشكل عام ومتظاهري تشرين بشكل خاص لا يعولون على أي حكومة قادمة تفرزها الانتخابات الأخيرة، طالما أنها ولدت من النظام المحاصصاتي ذاته. وعبر العراقيون عن قناعتهم بذلك من خلال المقاطعة الواسعة لهذه الانتخابات. وعمت بغداد ومحافظات عراقية أخرى سلسلة من التظاهرات خلال السنتين الماضيتين احتجاجاً على نظام المحاصصة وتبعيته للأجنبي وتغول الميليشيات وتحكمها بموارد الدولة الاقتصادية. واجهتها الميليشيات والقوات الحكومية بالرصاص الحي وقنابل الغاز، حيث سقط خلالها مئات الضحايا وآلاف الجرحى، فيما لا يزال مصير العديد من الناشطين المختطفين مجهولاً. تهديدات ومحاولات الاغتيال لم يسلم منها القضاء، إذ تعرض قاض في محكمة التحقيق بمحافظة ميسان لمحاولة اغتيال الشهر الماضي قام بها مسلحون في أعقاب حكم صدر بحق مدان بقتل والد أحد الناشطين في المحافظة. يأس أم استقرار؟ ماذا ينتظر العراق ما بعد الانتخابات؟ في هذا العنوان في عالم مثالي ينظر المواطنون الانتخابات الوطنية على أنها فرصة تفاؤل تبشر ببداية جديدة في حياتهم. أما في العراق فالأمر مختلف بحسب تقرير نشره موقع راسام للدراسات. العالم العراقي للأسف ليس مثالياً، والانتخابات البرلمانية التي أجريت هناك يوم الأحد 10 أكتوبر تشرين الأول الجاري، والتي تعد الخامسة منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، شهدت أقل نسبة مشاركة على الإطلاق، مما يدل على مدى خيبة أمل غالبية الناخبين من نظامهم السياسي وإلى أي مدى هم
متشككون بشأن ما إذا كان الإدلاء بأصواتهم سيحدث فرقاً. في الواقع كان اختيار شريحة كبيرة من السكان للبقاء في منازلهم بدلاً من التوجه نحو مراكز الاقتراع في منطقتهم هو في حد ذاته نوع من الاستفتاء، فعلى ما يبدو فالمواطن العراقي العادي يعتبر النظام الحكومي الحالي مختلاً وغارقاً في سوء الإدارة والفساد، ولا يستجيب بأي شكل من الأشكال لأي تغيير محتمل. الحقيقة دعونا نواجه الأمر، اللا مبالاة في صندوق الاقتراع يمكن أن تكون بياناً بليغاً حول المشاعر الجماهيرية للناخبين مثل أي تصويت آخر. قيل لنا إن انتخابات الأحد جرت قبل 7 أشهر من الموعد المخطط لها في محاولة من السلطات لاسترضاء المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات الجماهيرية المعروفة باسم انتفاضة تشرين، التي اندلعت في أكتوبر 2019 بمشاركة مئات الآلاف من الشباب العراقي ممن نزلوا إلى الشوارع مطالبين بمحاسبة الميليشيات المسلحة المنتسبة للكتل السياسية عن الضرب والخطف وقتل نشطاء المعارضة في كثير من الأحيان، بجانب المطالبات المعيشية الأخرى المتمثلة في توفير وظائف وبنيات تحتية أفضل. العزوف عن الخروج والتصويت كان سائدا أكثر من غيره، إذا عرب كثيرون عن رأي مفاده بأن النظام نفسه محصن ضد التغيير، مقتنعين بأن الانتخابات ستعيد إلى السلطة الوجوه القديمة نفسها التي كانت مسؤولة في المقام الأول عن العلل التي ابتليت بها أمتهم كانهيار الخدمات العامة والفقر المتزايد وازدياد البطالة أيضا. بالنسبة لهؤلاء فهذه علل ظلت في مكانها لا تتزحزح منذ يوم ولادتهم. ونقرأ مقالا للكاتب شاهو القرداغي بشأن انتخابات كردستان العراق، إذ كانت هناك كثير من الرسائل والمفاجآت في الانتخابات البرلمانية في العراق التي أجريت في 10 من الشهر الماضي. ولعل المفاجأة البارزة في كردستان العراق كانت في تدني نسبة المشاركة وتراجعها، إذ قرر ما يقرب من 65% من المواطنين مقاطعة الانتخابات، فضلاً عن مشاركة شريحة كبيرة من المواطنين في إحراق أوراقهم الانتخابية من دون التصويت لأي طرف، في إشارة واضحة إلى حالة السخط وعدم الرضا من الأطراف السياسية الموجودة على الساحة السياسية في كردستان سواء في الحكم أو حتى في خارج السلطة. أفول حركة التغيير قد يساهم في زيادة حالة اليأس لدى المواطنين، وخاصة أن الكثيرين قد علقوا الآمال على هذه الحركة لإحداث تغييرات نوعية في المشهد الكردي، إلا أن نهاية الحركة وتراجعها الكبير لا يعني انتهاء الأحلام في التغيير، بل إن نتائج الانتخابات ومقاطعة 65% من الناخبين الكرد دليل واضح على وجود كتلة واسعة تنتظر البديل ولم تقتنع بالأطراف السياسية الموجودة. هناك شخصيات داخل حركة التغيير تفكر في الانشقاق وتأسيس أحزاب وكيانات سياسية جديدة لكسب الأصوات الناقبة والاستعداد للمشاركة السياسية، إضافة إلى بروز حركة الجيل الجديد الذي على الرغم من حداثة تأسيسه إلا أنه نجح في الحصول على 9 مقاعد في الانتخابات. جميع الأحزاب السياسية الرئيسية من الديمقراطي الكردستاني الذي حاز المرتبة الأولى على مستوى كردستان والاتحاد الوطني الذي جاء في المرتبة الثانية والجيل الجديد الذي جاء في المرتبة الثالثة قد خسرت الكثير من الأصوات في هذه الانتخابات مقارنة بالانتخابات السابقة. وهناك كثير من الأسباب وراء عزوف المواطنين في كردستان العراقي عن المشاركة في الانتخابات، أبرزها تراجع الأوضاع المعيشية للمواطنين وتدهور الأوضاع الاقتصادية وتأخير دفع الرواتب وزيادة الضرائب التي أثرت بحياة المواطنين بصورة سيئة. قد ساد الاعتقاد أن هذه الانتخابات ليست طريقة للتغيير الذي يبحثون عنه في تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية بحسب تعبير الكاتب.
أمريكا لا تريد الاستقرار في أفغانستان، بقلم حسن أبو هنية. يؤكد سلوك الولايات المتحدة الأمريكية منذ خروجها من أفغانستان أنها لا تريد للبلد الأفقر في العالم الاستقرار، فقد استثمرت أمريكا قوتها وهيمنتها العالمية لضمان عدم الاعتراف السياسي الدولي بنظام إمارة أفغانستان الإسلامية بقيادة حركة طالبان، وعملت على عزل أفغانستان عن النظام المالي العالمي. وبات واضحاً أن الولايات المتحدة تهدف إلى نشر الفوضى في أفغانستان لاستغلالها ضد خصومها في آسيا، وفي مقدمتهم الصين وروسيا، بل اعتبرت إدارة بايدن أن الصين هي التحدي الجيوسياسي الأكبر في القرن 21 على حساب مكافحة الإرهاب. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أشار إلى تلك الحقيقة في خطاب تبرير الانسحاب في 16 من آب أغسطس 2021، حين قال: لن يروق شيء لمنافسينا الاستراتيجيين الحقيقيين أي الصين وروسيا أكثر من مواصلة الولايات المتحدة ضخ مليارات الدولارات من الموارد والاهتمام لإرساء الاستقرار في أفغانستان، وذلك حتى أجل غير مسمى. لقد جاءت الإشارة إلى رغبة واشنطن بعدم استقرار أفغانستان وخلق فوضى ضد خصومها بصورة أكثر وضوحاً عندما سئل الرئيس الأمريكي جو بايدن في 8 من أيلول سبتمبر 2021 من قبل المراسلين حول العلاقات المستقبلية بين حركة طالبان والصين، حيث أظهر شماتة خالصة قائلاً: الصين لديها مشكلة حقيقية مع طالبان. وأضاف: ليست الصين وحدها، بل روسيا وإيران وباكستان أيضا، إنها جميعها تحاول معرفة ما ستفعله الآن، لذا سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما سيحدث. وأضاف الكاتب: تمثل سياسة الضغوط الاقتصادية الأمريكية التي تمارسها على الدول والكيانات والأشخاص أحد أوجه الإمبريالية الأمريكية وخصائصها لضمان الهيمنة العالمية، فهي تكيف النظام المالي العالمي وفقا لقوانينها المحلية. تمتلك الولايات المتحدة حق الوصول إلى بيانات المستخدمين ونقل معلومات من بنوك أوروبية عديدة عن طريق جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك. وتفرض أمريكا عقوبات على بلدان وشركات وأشخاص بذريعة الفساد وانتهاك الحظر الذي تفرضه حسب مصالحها. من صحيفة العربي الجديد نقرأ مقالا للكاتب مالك ونوس: إذ يلاحظ من يراقب مسار الحل السلمي في سوريا من مدة ليست قصيرة، يلاحظ غيابا لأي ذكر له أو لأي مبادرات تصب في إعادة تفعيله، فكل ما يجد به الفاعلون في الملف السوري هو الضغط من أجل التئام اللجنة الدستورية ومتابعة مجريات عملها، ومع النفخ فيها وتضخيمها حتى تبدو كأنها هي الحل الذي يتوقف مستقبل البلاد وأهلها عليه، نستطيع الجزم أن مسار هذا الحل وفق قرار مجلس الأمن 2254 الذي استعيض عنه بداية بسلال أربع تتضمن جدول الحل قد اختفى، ثم جرى التوافق أو بالأحرى اعتمد الإيهام بأن الحل يكمن تحت حنايا اللجنة الدستورية تجد به متى يتوافق أطرافها. كثيرة هي المعطيات التي كان على وفد المعارضة أخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ قرار حضور أعمال جلسات اللجنة. أول تلك المعطيات، وعلى الرغم من قلة استحضارها، فإنها تعكس نيات دائمة وتتمثل في الممارسة التي تختصرها العبارة التي قالها وزير الخارجية الراحل وليد المعلم حين علق على هذه اللجنة بالقول: سنغرقهم بالتفاصيل. وقد كان الأمر وغرق الوفد المعارض بتفاصيل لا تمت للدستور، مثل موضوع السيادة وبعده موضوع الإرهاب الذي طرحه وفد النظام للنقاش في جولة الشهر الماضي.
أما ثاني تلك المعطيات فهو الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام نهاية مايو آيار الماضي، والتي كان يجب أن تجري بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وبعد صياغة دستور جديد وفقاً لتسلل تنفيذ السلال الأربع التي طرحها المبعوث السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا سنة 2017، والسلال الأربع التي كانت بمثابة جدول أعمال للحل السياسي هي بالتدرج تشكيل هيئة حكم انتقالي مشتركة خلال 6 أشهر، يتبعها صياغة دستور جديد ثم انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة والاتفاق على استراتيجية لمكافحة الإرهاب. إلا أن اللجنة الدستورية تشكلت قبل تشكيل هيئة الحكم الانتقالي، وكان ذلك خرقاً لتراتيبية جدول الأعمال، ثم جرت الانتخابات الرئاسية ومع ذلك استمرت المعارضة ووفد المجتمع المدني بالسير في هذه اللجنة، على الرغم من أن هذه الجولات لم تكن تسجل سوى الفشل تلو الآخر. وفضلاً عن ذلك، ليس المعارضة السورية ثقل شعبي، فهي لم تستطع تكوين حزب سياسي يشمل سوريين المعارضين اللاجئين في الشتات في أوروبا والدول المجاورة، يوحدهم على رؤية محددة تجاه قضايا بلدهم ويفعل دورهم للضغط على حكومات البلدان التي يوجدون فيها لجعلها تتبنى قضيتهم. وليس كلام الجميع عن قلة اهتمام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالملف السوري إلا نتيجة لغياب هذا الدور. صحيفة نيويورك تايمز ذكرت أن الصين تواجه احتمالات عزلة سياسية واقتصادية بسبب القيود الصارمة التي تفرضها السلطات المحلية هناك لتحقيق استراتيجية صفر كورونا. ويشير الرئيس الصيني شي جين بينغ مراراً وتكراراً إلى أن نجاح البلاد في احتواء الفيروس التاجي دليل على تفوق بلاده. وقالت أستاذة العلوم السياسية بجامعة تورنتو لينيت أونغ: يعتقد النظام أنه بحاجة إلى الحفاظ على سياسة صفر كوفيد للحفاظ على شرعيته، لكن هذا يأتي بتكلفة باهظة. ومنذ منتصف تشرين الأول أكتوبر الحالي أغلقت الصين مدينة يبلغ عدد سكانها 4 ملايين نسمة، بالإضافة إلى العديد من المدن الصغيرة وأجزاء من العاصمة بكين، لاحتواء انتشار جديد أصاب أكثر من 240 شخصاً في 11 مقاطعة ومنطقة على الأقل. وتقول الصحيفة الأمريكية في تقرير لها إنه بالرغم من صغر حجم التفشي الجديد مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن تلك الإصابات تعد كبيرة بالنسبة للصين. وأشار التقرير إلى أن السياسة جعلت الصين بشكل متزايد دولة نائية، بحيث يعاد فتح بقية العالم بما في ذلك نيوزيلندا وأستراليا اللتان كانتا تنتهجان سياسة صفر كوفيد. وتعد الصين الآن الدولة الوحيدة التي ما زالت تعمل على القضاء الكامل على الفيروس بدلاً من محاولة التعايش معه كما فعلت كثير من دول العالم. وقد فرضت الصين قيوداً صارمة على الحدود بعدما أعلن فيروس كورونا للمرة الأولى في الصين أواخر العام 2019، مما أدى إلى تراجع كبير في عدد الإصابات، وسمح للاقتصاد الصيني بالتعافي. ولكنها واصلت، أي الصين، التحرك بحزم للسيطرة على أي انتشار محلي للوباء. ومن أخبارنا المنوعة في صدى الأقلام، أعلنت الحكومة الإسبانية عزمها حظر الإعلانات المروجة للحلويات والمشروبات المحلاة الموجهة للأطفال لاحتواء ازدياد مستويات البدانة في أوساط هذه الفئة العمرية.
من المفترض أن يدخل هذا الحظر قيد التنفيذ في عام 2022 ليشمل الإعلانات التي تستهدف من هم دون 16 عبر التلفاز والإذاعة والإنترنت وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وفق ما صرح به وزير الاستهلاك ألبرتو غارزون في أثناء مؤتمر صحفي. وقال غارزون إن القُصّر مستهلكون من السهل التأثير عليهم، ومن واجبنا حمايتهم من هذه الإعلانات. قبل الختام مشاهدينا، نبقى مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتيرية. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد من الرافدين في رعاية الله.